يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصبر، وهو سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام. تحمل أذى كثير، تحمل من قومه، تحمل من المنافقين، تحمل من أعداء الله تبارك وتعالى، ولكن كان صابرا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله عز وجل يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول اصبر على هذه الرفقة، وإن كان يعني فقراء ضعيفين ما عندهم شيء، لكن اصبر لأنهم على طاعة الله تبارك وتعالى. ولكن ابتعد عن أولئك الذين أشغلهم هذه الدنيا وغفلوا عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك الصبر جاء في القرآن في مواضع كثيرة جدا، جاء مع الصلاة وجاء مع غير الصلاة، والنبي وجاء في أكثر من 80 موضع، والبحث فيه يطول. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين، وهو قدوتنا في ذلك. والصبر مذاقه مر، ولكن عاقبته أحلى من العسل، والله أعلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.